أيها الشباب، أي رئيس تريدون؟ من يمثلكم؟ رئيس توافقي أم رئيس قوي؟ ماذا تطلبون من النواب؟ هل أنتم مع المقاطعة وتعطيل النصاب والفراغ؟ ربيني روح بلا رجع. أم مع المشاركة والانتخاب؟ بسبب عدم اكتمال النصاب أرجى دولة الرئيس نبيه بر. رئاسة الجمهورية من منظار الشباب، ملف يفتحه وليد عبود ضمن رئاسيات 2014 مع ممثلين عن الشباب والمجتمع المدني بموضوعية هذا الاثنين 9:30 مباشرة على الـMTV. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم بموضوعية.